سوق العملات الأجنبية، النقد الأجنبي أو ما يسمى بسوق الفوركس نسبة إلى الفورين إكسشينج يعتبر من أهم الأسواق العالمية وأكثرها إغراءً للمتداولين، وذلك لتمتعه بمجموعة من المزايا. أهم هذه المزايا أنه السوق الوحيد في العالم الذي يعمل على مدار الـ 24 ساعة في اليوم، فهو يعمل 5 أيام في الأسبوع ابتداء من يوم الاثنين ووصولا إلى يوم الجمعة. يتميز هذا السوق بمجموعة أخرى من المزايا، فهو يعتبر أكثر أهم الأسواق حجما وأضخمها بسيولة تصل إلى 6 تريليون دولار بشكل يومي. كما يتميز هذا السوق بأنه أهم الأسواق التي تجمع أكبر الاقتصاديات العالمية ابتداء بالحكومات الكبرى، البنوك المركزية، الشركات المالية الضخمة وصولا إلى المستخدم أو المستثمر المستقل. يتسم سوق العملات الأجنبية بالسهولة والمرونة، وذلك بسبب سهولة الوصول إلى منصات التداول، حيث يعطينا إمكانية الدخول من خلال الحاسب الآلي أو الهواتف الذكية، بالإضافة إلى أجهزة التابلتس. بالإضافة إلى كل ما سبق، فإن سوق العملات الأجنبية يقدم ميزة الرافعة المالية، وهي ميزة مفيدة جدا، حيث يستطيع أي متداول التداول بأضعاف رأس ماله وبنسب تصل إلى 200 من قيمة رأس المال الأصلي. إن جميع هذه المزايا السابقة تجعل من سوق العملات أكثر الأسواق سهولة، مرونة، إغراء، وكنتيجة لكل ما سبق، فإن سوق العملات الأجنبية هو أكثر الأسواق توفيرا لفرص الربح والنجاح. إن المزايا التي يتمتع بها سوق العملات الأجنبية بالإضافة إلى الإعلان الخاطئ قد توحي لبعض المتداولين بسهولة الدخول إلى هذه الأسواق دون الوعي الكافي بالإشكاليات والمخاطر التي قد ينطوي عليها. فالتداول في سوق العملات الأجنبية يعتبر كأي نوع من أنواع التجارة. إذا لم يقم المستخدم بالتسلح بالوعي الكافر والتدريب والمعلومات لدخول هذا السوق، قد يؤدي إلى الكثير من الخسائر. من هنا ومن خلال معرفتنا العميقة بأسواق العملات الأجنبية الفوركس، فقد قامت أمانة كابيتال بإنشاء قسم تدريبي ضمن موقع سوق المال .com تحت مسمى أكاديمية سوق المال التعليمية، والتي تقوم بتوفير كورسات التعليمية، المناهج التثقيفية، بالإضافة إلى الكثير من الندوات والجلسات التي نقوم من خلالها بنشر الوعي والمعرفة وأساليب التداول الصحيح ضمن المتداولين في المنطقة. كما ذكرنا سابقا، العلم والمعرفة والتحليل والدراسات هي أساس النجاح بالاستثمار والتداول. قبل دخول هذه الأسواق وقبل الاستثمار، علينا احترام هذه الأسواق وفهم حجمها ومعاملتها بالطريقة الصحيحة حتى تكون نتيجتنا إيجابية. أمانة كابيتال بتغطي معظم الأسواق العالمية ابتداء من أسواق الأسهم الأمريكية مثل نيويورك ستوك إكسشينج والناسداك وغيرها، انتقالا إلى أسواق الأسهم الأوروبية، وصولا إلى أسواق الأسهم المحلية مثل سوق الأسهم السعودي وسوق الأسهم الإماراتي وسوق الأسهم المصري وغير الكثير من أسواق الأسهم. ما بيتوقف الموضوع عند هذا الحد، وإنما أمانة كابيتال أيضا بتدرس وبتعطي محاضرات بسوق الفيوتشرز أو سوق العقود الآجلة للأشخاص اللي بتحب تستثمر بالذهب والفضة والنفط وغيرها، كمان بالأوبشنز أو العقود الخيرية، وأكيد التركيز الكبير بيكون على سوق العملات أو الفوركس ماركت يلي هو أشهر الأسواق العالمية وأكثر الأسواق يلي بتجذب المستثمرين للدخول فيه. أمانة كابيتال عن طريق أكاديمية سوق المال ما بتدرس فقط أساسيات هذه الأسواق وكيفية عملها وطرق الدخول إلها، وإنما بتدرس طريقة تحليل هذه الأسواق. إذا كنا عم نحكي عن الفاندمنتال أناليسز يلي هو التحليل الأساسي لأسواق المال، أو التكنيكال أناليسز يلي هو تحليل الرسوم البيانية على مختلف أنواعها. هذا النوع من التدريب بيعطى إلى جميع الجهات يلي ممكن تكون مهتمة بهذه الأسواق أو بالاستثمار بمختلف مستوياتها. على سبيل المثال، بيبتدي من الوزارات والحكومات وبينزل إلى البنوك المركزية والبنوك التجارية أو حتى الشركات المالية المتخصصة، وصولاً إلى الأشخاص أو الأفراد العاديين مهما كان رؤوس أموالهم، إذا كانت رؤوس أموالهم كبيرة أو حتى صغيرة. بالإضافة إلى ذلك، ممكن لأمانة كابيتال تصميم البرامج المالية التدريبية المخصصة للجهات يلي بيكون عندها احتياجات معينة وطلبات خاصة. لما نحكي عن الندوات التدريبية بالفوركس ماركت أو سوق تداول العملات، فهي مقسمة إلى 3 أقسام بأمانة كابيتال.
أول قسم أو أول نوع من السيمينارز أو المحاضرات هي الندوات التدريبية التوجيهية الأسبوعية والمجانية أيضاً يلي بتقدمها أمانة كابيتال بمعظم الدول العربية مثل السعودية، الكويت، البحرين، لبنان، قطر وغيرها من الدول. الهدف الأساسي من وراء هذه المحاضرات المجانية هو التوجيه ونشر التوعية ونشر الثقافة المالية. أي شخص بيقدر يحضر هذه الدورات ما عليه إلا الاتصال بأمانة كابيتال والتسجيل بأقرب دورة. أما النوع الثاني من المحاضرات التدريبية اللي بتقدمها أمانة كابيتال هي موجهة إلى جميع الأشخاص يلي قرروا دخول عالم الاستثمار وإنما بحاجة إلى التدريب لمعرفة كيفية تحليل هذه الأسواق. هذه الندوات التدريبية أو السيمينارز تعتبر المتدربين ما بيعرفوا شيء عن سوق العملات أو الفوركس ماركت. بتبتدي معهم من الصفر وبنمشي معهم خطوة خطوة، بنعرفهم على أساسيات الأسواق وبنوصل إلى المرحلة الثانية يلي هي تحليل الأسواق المالية اللي بتكون مقسومة إلى قسمين. أول جزء هو الفاندمنتال أناليسيز أو التحليل الأساسي، وثاني جزء هو التحليل التقني. شو الهدف من وراء التدريب على التحليل؟ هو الهدف بسيط جدا، لمساعدة المتدربين على تحليل الأسواق لمعرفة نقاط الدخول والخروج من الأسواق يلي هي بمعنى آخر نقاط الشراء ونقاط البيع. أما النوع الثالث من المحاضرات التدريبية أو السيمينارز هن للأشخاص يلي لهم فترة متداولين وعندهم خبرة معينة بأسواق المال، أو للأشخاص المتخصصين يلي بيعملوا بالبنوك أو الشركات المالية المتخصصة. وهذه الندوات التدريبية هي عبارة عن دورات متقدمة متخصصة بتعرفهم على التحليل المتقدم في أسواق المال، وكما أنه بتجهزهم للجلوس إلى امتحانات معينة بتخولهم الحصول على شهادات من جهات رسمية معتمدة بهذا المجال. مختصر مفيد، العلم هو أساس النجاح بأي مجال وخاصة بمجال التداول والاستثمار. أمانة كابيتال صممت هذه الأدوات التدريبية والتعليمية وبتنصح الجميع استعمالها كوسيلة للاستثمار بالنفس قبل الاستثمار بأسواق المال.